السلام عليكم. ننتهي في هذا الفيديو بالحديث عن أقسام نموذج العمل التجاري 9. تحدثنا عن شرائح العملاء والعلاقات مع العملاء والقنوات والموارد الرئيسية والأنشطة الرئيسية والشراكات الرئيسية، ونتحدث في هذا الفيديو عن مصادر الإيرادات وهيكل التكاليف. نبدأ بمصادر الإيرادات. يقصد بها أي مصدر أو أي طريقة أو أي منبع نستطيع أن نحصل على إيراد أو أموال من خلاله. وهناك العديد من مصادر الإيرادات التي تختلف باختلاف نموذج العمل أو باختلاف المنتج أو الخدمة المقدمة لشرائح العملاء المستهدفين. نذكر بعض هذه المصادر. لدينا مثلا مصدر إيرادات قد يكون بيع الأصول. الأصول قد تكون شقق، أراضي، مباني، آلات، كتب إلى آخره. مصدر ثاني رسوم الاشتراك. مثلا لديك موقع على إنترنت يقدم خدمة معينة، مثلا ألعاب، فيكون لديك هناك اشتراكات شهرية، هذا مصدر إيرادات. ثلاث مصدر إيراد رسوم التأجير أو رسوم الاستخدام. مثلا لديك فندق تؤجر الغرف للزوار، أو لديك مكتب تأجير سيارات تؤجر العملاء سيارات مقابل أن يستخدموها لعدد من الساعات أو عدد من الأيام بمقابل مالي. أيضا لدينا مصدر إيرادات بيع التراخيص. قد تكون بيع علامة تجارية، بل بيع براءة اختراع، بيع حقوق تأليف ونشر. مثلا مؤلف يبيع حق تأليف كتاب أو حق نشر كتاب قام بتأليفه لإحدى دور النشر. أيضا من مصادر الإيرادات الإعلانات. وهنا يجب أن نحذر أن الإعلانات أنصح أن تكون في آخر أولويات النموذج الربحي، لأن أصحاب الإعلانات أو المعلنين لن يأتوا لديك ويعلنوا لديك إلا إذا كان لديك جمهور كبير. وفي بداية الشركات الناشئة ما عندك ذلك الجمهور الضخم وذلك الوعي الكبير بشركتك أو مشروعك الناشئ، لذلك أنصح أن تكون في آخر أولويات النموذج الربحي. ويمكنك أن تضيف ما تشاء من مصادر الإيرادات حسب طبيعة المشروع أو طبيعة الخدمة أو المنتج المقدم لديك. ننتقل الآن إلى هيكل التكاليف. ويقصد بالتكاليف جميع التكاليف التي يجب أن نوفرها حتى يتم تنفيذ نموذج العمل التجاري بنجاح على أرض الواقع. والتكاليف جميعنا نعلم إنها نوعين. نوع تسمى التكاليف الثابتة، مثل أجور الأراضي، أجور المباني المستأجرة، رواتب الموظفين إذا كان عددهم ثابت، هذه تكاليف ثابتة. وهناك تكاليف متغيرة تختلف حسب تغير حجم الإنتاج في مشروعك. أما هيكل التكاليف فأيضا فيه نوعين. النوع الأول يسمى cost driven، هو المدفوع أو المحكوم بالتكلفة، بمعنى أن في هذا نموذج العمل نهتم بأن نقلل ونخفض التكاليف قدر المستطاع، ونقدم قيمة مقترحة ذات سعر منخفض إلى السوق. أما النوع الثاني وهو يسمى بالفاليو دريفن، بمعنى مدفوع أو محكوم بالقيمة، بمعنى أننا نهتم بإخراج أعلى قيمة مقترحة بأفضل جودة وبأفضل مواصفات ومزايا ومنافع. هذا نراه مثلا في الفنادق غالية الثمن والماركات الشهيرة من الفنادق، لا يهتم بقيمة القيمة المقترحة، قد يكون سعرها غالي جدا، تمام، لكن في هذه الحالة هم بيهتموا بالجودة. بعض الشركات ومصانع السيارات ذات العلامات التجارية باهظة الثمن، نجدها في العام الواحد تنتج 5 أو 10 سيارات وقيمة السيارة $500,000 أو أكثر. إيش الهدف؟ إن هم بيطلعوا قيمة مقترحة بأعلى جودة ممكنة، ولا يهمهم كم راح يكون سعر هذا المنتج أو هذه الخدمة. طيب، هناك بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر بالتكاليف، منها اقتصاديات الحجم، بمعنى كلما يزداد حجم مشروعك التكاليف تتغير. وهناك أيضا اقتصاديات النطاق، كلما يزداد أو يقل نطاق عمليات مشروعك أيضا يختلف تبعا لذلك التكاليف على مشروعك. أتمنى أن نكون جميعا أدركنا مفهوم نموذج العمل التجاري ومخطط نموذج العمل التجاري وأقسام مخطط نموذج العمل التجاري 9، وهي شرائح العملاء، القيمة المقترحة، العلاقات مع العملاء، القنوات، الأنشطة الرئيسية، المواد الرئيسية، الشراكات الرئيسية، وهيكل التكاليف، ومصادر الإيرادات. وأرجو من الجميع أن يكون قد حمل نموذج العمل التجاري اللي وضعناه في رابط لكم حتى تطبعوه على ورقة، يفضل أن تكون ورقة كبيرة، وتعلقوه في غرفتكم أو تضعوه على مكتبكم حتى تستطيعوا أن تعملوا عليه في باقي دروس الدورة.
أراكم في المحاضرة القادمة.